المسؤولين، الحضور الكريم، نبدأ هذه الجلسة الافتتاحية بكلمات مدير المدرسة العليا للأساتذة الذي يعتذر لأنه مريض، وينوب عنه في إلقاء هذه الكلمة السيد الكاتب العام للمدرسة الله عبد الإله، فليتفضل. مشكورا. شكرا. شكرا أستاذ الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. السيدات والسادة الأساتذة الأعزاء، يا الطلبة الحضور الكريم، لم أكن مستعد لهذه الكلمة، قد اتصل بي السيد المدير هذا الصباح واعتذر عن الحضور لأنه كان رغم مرضه كان ينوي الحضور معكم في هذه الجلسة. أتمنى لكم باسمه وباسم جميع الإخوة الأساتذة والموظفين الإداريين يوم دراسي موفق إن شاء الله، وهذا هو الشيء اللي نقدر نقول لكم. مرحبا بكم والله يكمل بخير. شكرا السيد الكاتب العام. يعني أعطي الكلمة الآن للأستاذ فاضل المعتصم ليلقي كلمة باسم اللجنة المنظمة لهذا اليوم الدراسي الموجه لطلبة الدكتوراه، فليتفضل. مشكورا. شكرا أستاذي الفاضل دكتور محمد الوادي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أما بعد، السيد مدير المدرسة العليا الأساتذة الذي نتمنى له الشفاء العاجل إن شاء الله، السادة الأساتذة، إخواني وأبنائي الطلبة الباحثين، سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. يسعدني في البداية أن أرحب بكم جميعا في هذه الدورة التكوينية الثانية التي أعدت لفائدة طلبة الدكتوراه والذين حلوا برحاب مدرستنا العليا للأساتذة العاملة بمدينة مكناس من أجل المشاركة والإسهام في وقائع هذا اللقاء العلمي الخاص المميز، شاكرين لكم ولهم ولكل المشاركين مساعيهم وإسهاماتهم في هذه الدورة العلمية المباركة. إن أشغال هذه الدورة التكوينية كما نتوقع تندرج ضمن الجهود الكبرى التي يسعى من خلالها مختبر الدراسات اللسانية والأدبية والديدكتيكية إلى ترسيخ تقاليد البحث العلمي والأكاديمي في مؤسستنا العريقة، وتعزيز الجهود التي تتوق إليها كل الفرق المنتمية إليه، وإننا لعاقدون العزم على السير وفق حاجات اللغة العربية نحو تثبيت تقاليد جديدة بالعمل على بلورة مشاريع مضبوطة في الأهداف والنتائج. وما وقائع هذه الدورة التكوينية لفائدة طلبة الدكتوراه والتي ستغير الإجابة عن تساؤلات كبرى من قبيل كيفيات البحث عن الأدوات الكفيلة بتحقيق كفاية تحليلية تفسر ما استغلقت مفاهيمه أو مفاهيمه عند فئة مخصوصة من طلبتنا إلا لبنة من لبنات بعضها حقق المراد وبعضها آت وفق برمجة ترم إسهام في تشكيل ملامح مشاريع بحوث تثري الحقل المعرفي الأكاديمي وتسقيه رحيق تجارب البيداغوجيا وتورده بعضا من بصمات الديدكتيكا. ولو اقتفينا أثر ما نظم برحاب المدرسة العليا للأساتذة بمكناس من ندوات دولية ووطنية وأيام دراسية وموائد مستديرة لاستوقفتنا وقائع بعينها رسمت ملامح ما زلنا نقص في أثرها، وها هي شجرتنا اليوم بهذه الدورة التكوينية إن شاء الله الثانية، قد أظهرت فأثمرت بعدما رويناها ماء غدق ففاض عطاؤها أدب. ولا نماري في أن البحث
عن أدوات التحليل والغوص في حيثيات أسئلة التدريس ليس مهمة سهلة، فالوضع يستلزم توفير الشروط البيئية المناسبة لإعمال يد المفاضلة بين أنماط تحليلية متعددة الوسائط والكشف عن جدوى بعضها في مجالات البحث اللساني والأدبي ومتعلقاتهما الديدكتيكية والتربوية. والعمري هو المراد وبيت القصيد في هذه الدورة التكوينية الثانية التي ترمي إلى تخليص البحث اللساني والأدبي من رتابته التحريرية وإخراجه من برجه العاجي، حيث التكرار والاشتراك كما هو شائع في أغلب الأطاريح التي نناقش. وهنا تستوقفني هذه الإشارات التي يلتقطها كل أستاذ مناقش عندما يطلب منه فحص أطروحة ما فلا يجد بين أبوابها وفصولها لا جدة ولا جديد. والمعلوم أن من سنن البحث العلمي هو التجاوز بعد الاطلاع على ما توصل إليه السلف، فيكون له موطئ قدم يستشرف به ما ظل غير مطروق، فيقترح الحلول بعد أن يعي يكون هالموضوع كما هو وارد في مظان تراثنا العربي بشتى تلاوينه. ولا أجدني أجانب الصواب إذا ما ارتبطت بين كيفيات طرح السؤال وتمثل الإشكالات الحقيقية للمعضلات الموضوعاتية. والكلام هنا يطول، وإننا ونحن اليوم نرسي أولى الجلسات من هذا اللقاء العلمي المبارك، لا يسعني إلا أن أجزي خالص الشكر وجزيل الثناء لكل المسهمين في انبثاقه، وعلى رأسهم مدير المدرسة العليا الأساتذة المكناس الدكتور محمد أمين، ومختبر وأعضاء مختبر الدراسات اللسانية والأدبية والديدكتيكية، وعلى رأسهم أستاذنا وشيخنا في الدراسات الصرافية والسواتية الحديثة أستاذ محمد الوادي، وفريق البحث في اللسانيات المقارنة والديدكتيك، والسادة الأساتذة ضيوفنا الكرام، وكل الذين تجشموا وعثاء السفر في سبيل البحث العلمي ومد الجسور وتلاقح الأفكار وتعميم الفائدة. كما أحيي الزملاء الأساتذة في الشعبة على الانسجام والعفوية وروح المبادرة في إعداد مثل هذه اللقاءات وإنجاحها. ولا يفوتني كما تعودنا أن أشكر طلبة الأعزاء على انخراطهم بكل عزم في إنجاح كل التظاهرات العلمية التي تنظمها مدرستنا العتيدة، والله الموفق وهو المستعان، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بعد هذه الجلسة الافتتاحية يبدو أننا نمر لتنفيذ البرنامج مباشرة ربحا للوقت. تفضلوا. من جديد بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. نستهل ونفتتح هذه الدورة التكوينية الثانية لفائدة طلبة الدكتوراه بالمدرسة العليا للأساتذة بمحاضرة افتتاحية سيقدمها فضيلة الدكتور الأستاذ محمد الوادي، والتي انتقلها عنوانا وهو المنهج اللساني لتدريس المعجم العربي. فليتفضل فضيلة الدكتور مشكورا بإلقاء عرضه. شكرا سيدي الرئيس. في الواقع أنا سعيد بأن أشارك في هذه الدورة التكوينية لفائدة طلبة الدكتوراة، وأنا أبيت إلا أن أشارك بموضوع له علاقة بكتاب اللي هو أمامكم، صدر سنة 2000،
وثلاثة وعشرين، يعني هو حديث وسميته المعجم العربي المثالي. المعجم العربي المثالي بناؤه الصيواتي والصرافي، وله علاقة وثيقة بالموضوع الذي اخترت أن أشارك به في هذه الندوة، وهو ما هو المعجم الأمثل للغة العربية، يعني في زمن نعيش فيه موجة إذا صح التعبير من الإصدارات ومن الأعمال في المعجمية العربية، وأنا بصراحة بهذا المعجم أريد أن أضبط بعض الأشياء. لماذا؟ لأن في إطار هذه الموجة بدأنا نسمع عن المعجم التواصلي، عن المعجم التنوعي، عن المعجم، يعني صيغ كثيرة ظهرت لي، والعنوان دائما هو أو المحور هو المعجمية العربية. ما أريد أو ما أقصد بالمنهج اللساني لتدريس المعجم العربي يندرج في إطار ديداكسيك، تدريس علوم اللغة العربية، وعلم المعجم هو من علوم اللغة العربية. وبما أن الجانب الديداكسيكي حاضر بقوة في المدرسة، فأنا عندي بعض الطلبة الذين أعطيتهم بعض المواضيع المتعلقة بهذا المحور، ولكن نبهت طلبتي إلى شيء الآن يجب في الواقع يجب أن نناقشه. ما هي هذه الأشياء؟ هو أن بعض الباحثين أو بعض المعجميين أو بعض الذين يريدون التأليف في المعجم العربي تبين لهم ولا رفعوا شعارا على أن المعجم العربي يعني تدريسه بالطريقة التقليدية صعب، ويجب أن نبحث عن منهج لتبسيط وتيسير تدريس المعجم العربي خاصة في الكتاب المدرسي. ووصلوا إلى منهجية معينة تقول يستحسن أن نبني المعاجم الحديثة، أن نبنيها ألف بائيا لا بحسب الجدار. وظهرت هذه المعاجم، وأنا يمكنني أن أعطي بعض الأمثلة لهذه المعاجم التي تزعم على أنها هي التي ستقدم الحل الأمثل لمنهج يسير وسهل لتدريس المعجم العربي. أنا سأعطي مثال واحد، ويبدو أن هذه المعاجم: معجم أبو العزم عبد الغني، وسماه معجم الغني، وهو موجود في الشبكة العنكبوتية، وهو معجم ألف بائي. بمعنى آخر، أي كلمة في اللغة العربية تبدأ بالألف تجدها في باب الألف،
ولا عبرة للجدر ولا عبرة للمشقاس ولا عبرة لكذا إلى آخره. أنا فقط يعني لا أريد أن أطيل، يعني المعجم هناك من يعرفه، هناك من لا يعرفه، وأمثال هذه المعاجم كثيرة. وأعتقد أنكم تعرفون أن هناك تجربة مصرية قديمة لمحمد العليلي، يعني لا ولكنه توفي رحمه الله يعني قبل أن يأتي على كل حروف ألف باء اللغة العربية. الآن السؤال هو كالتالي: هل إذا أردنا أن ييسر المعجم العربي هل هذا هو الحل، هو أن نبني معاجم ألف بائية؟ أنا يعني قبل أن أجيب عن هذا السؤال، أنا أتساءل هل إذا قدم شخص مشروعا للأكاديمية الفرنسية أو للجمعية الفرنسية يريد أن يبني معجما جدريا للفرنسية، هل سيقبل مشروعه؟ ما أظن ذلك. لماذا؟ لأنه يجب أن نحسم في المسألة هي كالتالي: المعجم الطبيعي للغات الإلصاقية هو المعجم الألفبائي كلها، بينما اللغات التي لها صرافة غير سلسلية مثل اللغة العربية، وعموما يمكن أن نقول معاجم اللغات التي تنتمي للنمط السامي، يجب أن تكون معاجم جذرية اشتقاقية، الجذر فيها هو أصل المشتقات. فبالتالي نحسم في هذه المسألة، لن أريد أن أطيل فيها. يعني المعجم الطبيعي للغة العربية هو المعجم الجذري الاشتقاقي، ومن الأشياء التي يجب أن نسجلها هو يعني كل معاجم العربية القديمة، منذ معجم الخيل، منذ معجم الخليل، كتاب العين، فجمهرة اللغة، فمقاييس اللغة، فتهذيب اللغة، كل المعاجم إلى غاية القاموس المحيط هي معاجم بنيت على أساس جذري. وأنا في حدود علمي لا أعرف أن أحد من القدماء تجرع على بناء معجم ألفبائي للغة العربية. صحيح أن المعاجم العربية القديمة اختلفت في مناهجها، يعني بحسب أواخر الحروف، أوائل الحروف إلى آخره، ولكن يبقى ماذا؟ يبقى الأصل. يبقى الأصل هو أن التصور البناء المعجمي للغة، المعجم العربي هو قائمة من الجذور الحسنة التأليف التي تخضع لقيود صواتية إلى آخره، وكل جذر يشق منه عددا من المقولات المعجمية الممكنة. وهناك جذور يعني كما أقول يعني خصبة اشتق منها صاحب اللغة العربية الذي هو صاحب المعجم العربي يعني مقولات كثيرة. هناك تفاوت، أنا التفاوت أسميه إنتاجية الجذور أو لا برودكتيفيتي دي راسين. هناك جذور لم يشتق منها صاحب اللغة سوى مقولة معجمية واحدة، ولكن في حين نجد أن صاحب اللغة اشتق من جذر مثل ضاد راء باء، يعني تقريبا كل المقولات المعجمية الممكنة. هذا التفاوت في الواقع يعني انتبه إليه الخليل رحمه الله، ولكن لم يفسر فيه. كان أحيانا يأتي إلى جذور، يعني جذور بناؤها حسن
بحسن التكوين كما يقول مكارتي والفورمد، ولكن لا يجد مقولات، يعني الرواية لم تأتي بمقولات معجمية، فكان يكتفي بأن يقول مهمل، ولكن لا يفسر لنا لماذا جدر حسن التأليف يستجيب لما أسميه أنا البناء الصراطي والصرافي للمعجم العربي، ولكن كان يكتفي بقوله أن هذا الجدر مهمل و الآن أمر يعني إلى جوهر الموضوع، هو ما هي الطريقة المثلى لتدريس لاقتراح منهج لتدريس اللغة العربية؟ ثم أنا يعني أتساءل، هل فعلا معجم طبيعي يستجيب للخصائص الصرافية والصوتية للغة العربية؟ هل البحث فيه يعني عن المفردات هي يعني يحتاج إلى تيسير، يحتاج إلى تبسيط، يحتاج إلى آخره؟ فبالتالي أنا بالنسبة لي يعني في هذا العمل يعني حاولت أن أبين على أن المعجم العربي المثالي هو معجم طبيعي، المعجم الطبيعي للغة العربية يجب أن يكون معجما جذريا اشتقاقيا، هو كما قلت عبارة عن قائمة من الجذور التي يجب أن تستجيب لقيود معينة، ثم هناك مقولات معجمية، وهذا المعجم له خصائص صوتية، له خصائص صوتية. من الجميل أن أشير إلى أن المعاجم الأولى يعني التي ظهرت في القرون الأربعة الأولى، أقصد كتاب العين وجمهرة اللغة ومقاييس اللغة وتهذيب اللغة، هذه المعاجم يعني يمكن أن أقول أنها كانت عارية من الدخيل، أو لم يرد فيها ألفاظ تخرق البناء الصوتي والصرافي للمعجم العربي، والمعاجم التي كثر فيها الدخيل وكثر فيها الشاد هي المعاجم الموسوعية، هي المعاجم الموسوعية. وأنا يعني وجدت كثير من العيوب وكثير من الأخطاء في معجم سماه ابن منظور لسان العرب، ولكن في الواقع عندما نعود إلى هذا المعجم نجد مفردات لا علاقة لها بلسان العرب، لا علاقة بلسان العرب، بل أدخلها ابن منظور واكتفى بالقول أن ببر الذي يخرق قيد التماثل أن الكلمة فارسية. ثم إذا كانت الكلمة فارسية فما محلها من الإعراف في لسان العرب؟ ببر ولا سسر ولا ششقلة ولا بابل؟ معجم لسان العرب محسوب بألفاظ دخيلة لا نجدها مثلا في كتاب العين أو جمهرة اللغة أو مقاييس اللغة أو المعاجم يعني الأولى. ناهيك عن أن الألفاظ والمصطلحات التي كانت في زمن ابن منظور واردة، تجد مغناطيس، تجد مارستان، تجد إسطبل، تجد كثير من الألفاظ التي تخرق قيود التأليف ولا محل لها
في المعجم العربي المثالي الذي له خصائص صوتية يجب أن يستجيب إليها أي باحث يريد أن يؤلف في المعاجم العربية. الخصائص معروفة لا أريد أن أطيل فيها، ولكن لابد من الإشارة إلى أنه صحيح أن تدريس المعجم العربي أو البحث في المعجم العربي أنا لا أتخيله بهذه الصعوبة. يمكن أن نجد يعني طريقة لتعليم الطفل في المدرسة كيف يمكن أن يبحث عن كلمة ما. هالطريقة يبدو أنها المعاجم الأولى فيها إرهاصات لهذه الطريقة، وأقصد ماذا؟ أقصد نظرية التقاليب. أنت لا تريد، أنت تريد أن تعرف أين ستجد كلمة مثل أب على سبيل المثال. فيكفي أن تعلم الطفل أنه يجب أن يعود إلى تصاريف الكلمة وإلى التقليبات الممكنة لهذه الكلمة ليجد. ومن الأشياء ومن المحاولات الجادة التي يجب أن نسجلها، وأعتقد أنكم تعرفون هذا، هو أن معجم لسان العرب كما بناه ابن منظور بناه بحسب ماذا؟ بحسب الحرف الأخير للجذر، بحسب الحرف الأخير للجذر. هناك محاولة رائعة قام بها يوسف خياط. يوسف خياط أعاد هيكلة لسان العرب بحسب الحرف الأول. ففي معجم يوسف خياط، وفيه المعجم أنا أملك نسخة ورقية، في هذا المعجم نجد كتب في باب الكاف، بينما في معجم لسان العرب ستجدها في باب الباء. وهكذا يعني ما أظن أن الطفل إذا أردت أن تقول له إذا أردت أن تبحث عن كتبة ومشتقاتها فعد إلى الكاف، وعندما يعود إلى الكاف دون أن تعلمه ما هي خصائص الجذر ودون أن يكون على علم بأن اللغة العربية هي لغة الشقاقية، هي لغة ذات صرافة غير سلسلية، هذه أشياء ربما سيأتي وقتها ليتعلمها. ولكن في مرحلة أولى يمكن للطفل أن يفتح المعجم وأن يبحث عن سمع في باب سين، وعن كسب في باب الكاف، وعن ضرب في الضاد. فهذا شيء يعني يمكن بنوع من الممارسة أن يتعود الطفل يعني في مراحل أولى من تعلمه للغة العربية أن يتعامل مع المعجم العربي. ما هو أساسي بالنسبة لي هو ماذا؟ هو أن لا يجب أن نطمس معالم المعجم العربي الطبيعي للغة العربية بدعوى تيسير المعجم العربي. لا، المعجم العربي يبقى يعني له خصائص معينة تميزه عن معاجم اللغات الإنساقية و يعني إذا كان لابد من منهج لساني لتدريس هذا المعجم، فهذه أشياء يعني ستأتي يعني في مراحل تدريس المعجم وفي مراحل متعاقبة، ولا يمكن أن تأتي دفعة واحدة.
يجب أن نقر على أنه يعني ليس من السهل في الواقع يعني أن يعني أن تجد كلمة بسرعة يعني وأنت تبحث مثلا في لسان العرب إلى آخره، ولكن خليوا لسان العرب ونقترح معاجم بسيطة يعني ترتب فيها الجذور ترتيبا ألفبائيا، والجذور يجب أن تكون يعني سليمة من حيث البناء الصوتي. وأنا في هذا الكتاب يعني يعني أرد على هذه الموجة من المحاولات التي تروم إلى تبسيط المعجم العربي ولكن بهدم بنائه الطبيعي. لا، هذا شيء غير مقبول، لن نقبله، لن نقبله. اللغة العربية تنتمي للنمط السامي، والنمط السامي يعني معاجمه لها خصائص معينة، هذا غير وارد فقط بالنسبة للغة العربية، لا، كل المعاجم السامية لها خصائص معينة لا يمكن تختلف عن خصائص اللغات الإنساقية، والعكس صحيح، كل المعاجم يعني معاجم اللغات الإنساقية لها بناء يختلف كذلك عن بناء المعجم عن المعاجم النمط السامي. هناك في الواقع يعني عندما بحثت في المعاجم العربية القديمة وجدت بعض الأشياء التي إذا أردنا أن نبني معجما طبيعيا حديثا للغة العربية يجب في الواقع يجب أن نناقش بعض الأمور. مثلا أنا سأبدأ، كل أصحاب المعاجم العربية القديمة إذا سألتهم ما هي أصناف الجذور التي توجد في اللغة العربية سيقول لك الثلاثي والرباعي والخماسي، في حين اللغة العربية لها مفردات بنيت على جذور ثنائية، وأنا أحصيتها وتتبعتها ووجدت أنها لا تزيد عن 30 جذر، بحال أب أخ يد أم اثنان اثنسان إلى آخره. القدماء لست أدري لماذا تأولوا لمثل هذه الألفاظ جذور ثلاثية مفترضة نهائيا. أن تبحث عن أب في معجم من المعاجم العربية القديمة ستجده في الهمزة والباء والواو، وهذه الواو غير أصلية نهائيا، إنما أقيمت لاعتبارات صرافية. ما هي الاعتبارات الصرفية؟ هي أن الأوزان بنيت على ما سموه بميزان صرفي فيه الفاء والعين واللام، فأنت مثلا عندما تريد أن تشق النسبة من أب تقول أبوي، فتحتاج إلى تلك العلة لملئك ما يقول مكارتي حيز صامتي فارغ الثالث. وأنت إذا أردت أن تشق من أب الصغير تقول أبي، فلا تظهر الواو وإنما تأتي بعلة أخرى التي هي الياء. فالقدماء يعني حاولوا، وأنا سأحيل على واحد الباب، حاولوا تعليل هذا الحذف، حذف كيتسمى سموه حذف لامات لامات هذه الجذور. بمعنى آخر، وأنا لا أخذهم لماذا؟ لأن من عيوب أصحاب المعاجم العربية القديمة هو أنهم
هو أنهم لم يأخذوا بعين الاعتبار تاريخ اللغة العربية. فلو كانوا مثلا على علم بأن في كل اللغة السامية أو السامية الأم كانت فيها جذور ثنائية ورثتها اللغة العربية كاملة بدون تغيير، لاقترحوا مداخل جذرية ثنائية طبيعية في المعجم العربي. بل إذا قلت لكم إن المعجم العربي ولو أن هذه أشياء نادرة التي سأقول، فيه جذور أحادية بنيت على صامت واحد. مثل ماذا؟ مثل فو وذو. أنت تقول هذا فوك ورأيت فاك وسمعت هذا من فيك إلى آخره. فالقدماء يعني تمحلوا وحاولوا يعني حاولوا تكيف يعني مثل هذه الجذور الثنائية اللي هي طبيعية في اللغة السامية. أنا عدت لكثير من اللغات السامية فوجدت مثلا أن نظير فو في اللغة العربية بو في العبرية. فبالتالي بل أكثر من هذا، وهذا شيء يعني في الواقع مؤلم، هو اللغة العربية هي أقرب اللغات إلى السامية. اللغة العربية هي التي حافظت على الإرث السامي، بينما لغات سامية أخرى فقدت كثير من الأشياء. أنا لابد وأنا أتحدث عن هذه المقارنة، لابد أن أقول إن السامية في السامية الأم، ما جمعنا نتحدث عن البناء الصوتي للمعجم العربي، كانت تقريبا 29 صامت. وصلنا من هذه 29 صامت في اللغة العربية 28، وهي التي بني عليها المعجم العربي. وحتى ذاك الصامت الذي يمكن أن نقول أن اللغة العربية فقدته، اللي هو واحد بي مفخمة، قيل إنها ما زالت في بعض اللغات الإثيوبية. بينما إذا عدت إلى العبرية ستجد ماذا؟ أن معجمها بني على ماذا؟ على 22 صامت. العبرية فقدت 6 صوامت من التي كانت في السامية الأم، فقدت تخدين وضغين. بينما وأنا سآتي هنا إلى واحد المسألة سبق لي أن قلتها، تصوروا أن اللغة العربية هي اللغة الوحيدة التي حافظت على الضاد التي كانت في السامية. السامية كانت فيها الضاد المستطيلة، الضاد التي قال القدماء إن فيها استطالة، فقدتها كل أخواتها الساميات وحافظت عليها اللغة العربية. ومن الجميل ومن الرائع أن هذه الضاد وصلت إلى زمن سيبويه، وصلت إلى زمن سيبويه ووصفها. ولكن هذه الضاد، ويجب أن أقول هذا، فقدت استطالتها و قرأت عند بعض المتخصصين في اللغات السامية أن العرب إنما سموا بالناطقين بلغة الضاد لأنهم هم الساميون الذين حافظوا على هذا الصامت الذي كان في السامية الأم. ولكن كل اللغات السامية قريبا فقدته إلا اللغة العربية. ولا أدري لماذا، وأنا سأتي إلى واحد القضية، لا أدري لماذا فقدت هذه الضاد استطالتها ولم تعد كما أقول صامتا صريريا، بل أصبحت صامتا شديدا انفجاريا ليس له ذلك النصب الثانوي، كما في قوله تعالى غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
هذه الضاد هي ضاد انفجارية وليست الضاد التي وصفها سيبويه. أفرز إلى نتيجة هي ماذا؟ هي أن اللغة العربية الآن لم تعد لغة الضاد، ولكن مع ذلك ما زلنا نقول لغة الضاد وكذا إلى آخره. المسألة هي مسألة صوتية محضة، ولكن يجب أن نشير إلى شيء، واحد القضية كبرى، هو على الرغم من أن الضاد فقد استطالته، العلاقة التي كانت بينه وبين الشين الذي فيه نطق ثانوي، الشين شنو النطق الثانوي اللي في الشين؟ هو التفشي، هذاك فيه التفشي الاخر فيه الاستطالة. هذه العلاقة ما زالت قائمة في المعجم العربي القديم والحديث. الآن لا يمكن لأي معجمي أن يأتينا بمفردة فيها الضاد والشين، سواء كانت حديثة أو مخترعة أو إلى آخره. هذه أشياء تقودني إلى القول، على الرغم من التطورات التاريخية التي وقعت لصوتيات اللغة العربية، فما زالت العلاقات بين صوامش اللغة العربية هي كما كانت في زمن الخليل وسيبويه. ما زالت هذه العلاقات لم تهدم إلى آخره. أعطي مثال آخر، على الرغم من أن الجيم تطور مخرجه، على الرغم من أن القاف كان مجهورا وأصبح مهموسا، ظلت العلاقات وما زالت هذه العلاقات التي كانت قديما، ما زلنا لا يمكن أن نبني لفظة حديثة أو قل لي عجبك إلى آخره تأتلف فيها الجيم والكاف والقاف. صحيح أن على مستوى الاستعمال تطورت هذه الصوتيات، ولكن على مستوى العلاقات في المعجم ما زالت هذه العلاقات هي. فبالتالي نحن مقيدون بماذا؟ بنسق، وأنا أريد أن أقول كلمة هنا، بنسق بنسق سنكرونيته طالت واستطالت. إذا سألنا ذو صصير أنت تقول بأن اللغة يمكن أن تبقى على حالة لغوية دون تغيير لمدة جيل وفي أقصى الحدود قرن، ثم لا بد من التطور. نقول للتصوير ما يلي: اللغة العربية التي أتكلم بها أنا هي لغة أعراب الفصحاء، أنا يمكن أن أتواصل معهم وأفهم ما يقولون ويفهمون ما أقول. إذن هل اللغة العربية الفصحى كم عدد سنكرونية امتدت؟ كم هو الزمن الذي امتدت سنكرونيته؟ امتدت لقرون. وعندما تقرأ للمتخصصين في الساميات، وأنا وقفت على هذا بنوع من الدهشة، هو الأعراب الذين كانوا يعيشون في الواحات حافظوا على تقاليد لقرون، تقاليد نمط قبلي إلى آخره، حافظوا على أشياء، بل أكثر من هذا حافظوا على العرق العربي. تخيلوا أن العربي كان لا يعطي اسمه لابن من غير عربية، الابن الذي أمه غير عربية كان لا يسمى ابن وإنما مولى، هو مولى فلان.
بينما وهذه الطريقة حافظوا بها على العرق العربي بطريقة غريبة جدا. من بين الأشياء التي حافظ عليها هؤلاء الأعراب هو ماذا؟ هو لغة لم يتسرب إليها التغيير بالمقارنة إلى أخواتها الساميات. الآن أنا أشير إلى أن اللغة العبرية، ولا أقول اللغة العبرية، العبرية الآن لا تعد أن تكون لهجة لها وضع المصرية في علاقتها بالفصحى، والمغربية في علاقتها بالفصحى. بينما العبرية الكلاسيكية، هنا الآن نقولها اللغة العربية العبرية الكلاسيكية ماتت. ما معنى ماتت؟ لم يعد لها متكلم مستمع مثالي. الغربيون يقولون إن اللغة العربية كذلك لغة ميزة، ويبدو أنهم على صواب. لماذا؟ صحيح أننا نتكلم اللغة العربية كما كان يتكلمها أصحابها، ولكن هم يصرون على أن اللغة العربية هي لغة ميزة. لماذا؟ لأنك لا يمكنك أن تقنعهم بأن صاحب اللغة العربية لوناتيف، صاحب اللغة العربية لم يعد موجودا. صاحب اللغة العربية الذي كان يتكلمها بالفطرة بالصليقة بالطبع إلى آخره، فبالتالي. ولكن يجب أن أقول شيء هو كالتالي: صحيح أن بين الفرنسية واللاتينية بون شاسع، بحيث أن الفرنسي الآن لا يمكن أن يقرأ نصاً يعني يعود إلى القرن الثالث الميلادي، ولكنني أنا يمكن أن أقرأ نصا عربيا للمقفع، للزاهد. نصوصها لها قرون. فهذه أشياء أنا أقولها وأقول ما يلي: اللغة العربية تنفرد، تخرج عن بعض لنغم، عن بعض المعايير التي سطرها اللسانيون على أن اللغة تبقى حية لمدة، أقصى ما يمكن أن تبقى اللغة حية هو قرن من الزمان، كما قال دو سوسير: اللغة العربية ما زالت بالنسبة لي حية. مشي غير من زمن العرب الفصحى إلى الآن، لا، ربما يجب أن نعود إلى الزمن السامي. وأعتقد والله أعلم أن سام بن نوح ربما كان يتكلم العربية في إحدى هذه الواحات، ولذلك سمى المتخصصون في اللغات السامية، يعني جمعوا الخصائص المشتركة بين هذه اللغات: العبرية، الإثيوبية، الآرامية، جمعوها في ماذا؟ في نمط سموه النمط السامي الذي له هذه الخصائص. أنتهي إلى القول على أن المعجم العربي في الواقع، المعجم العربي المثالي، هو المعجم العربي الطبيعي، هو الذي يجب أن يستجيب للخصائص الصوتية والصرافية. وعندما أقول الخصائص الصوتية، أنا تحدثت كثيرا عن الخصائص الصرافية، آتي الآن إلى الخصائص في عجالة. الخصائص الصرافية هي أن اللغة العربية، المعجم العربي لا توجد فيه كلمات. المعجم العربي توجد فيه ماذا؟ مفردات، مقولات معجمية. وهذه المقولات المعجمية بنيت بالطريقة التالية: يتقاطع جذر بوزن. لا تكون الكلمة عربية في معجم عربي إلا إذا كانت لها هذه الخاصية، إلا إذا تقاطع فيها جذر حسن التأليف بوزن من الأوزان المسموعة في كلام العرب.
أنا متأكد أنكم لا تقبلون كلمة مثل إيديولوجيا. لماذا؟ لماذا هذه الكلمة ليست عربية؟ على الرغم أن الحروف عربية، ولكن الوزن ليس بالعربي، ومثل ذلك ديمقراطية إلى آخره. لا تكون الكلمة عربية قحة إلا إذا كان الهجر حسن التأليف والوزن من الأوزان المسموعة في كلام العرب، وهذه الأوزان هي التي في الواقع تحدد ما يسمى بالمقولات المعجمية. أشياء كثيرة يمكن أن أضيفها، ولكن أنا سأقف هنا وأترك لكم المجال للأسئلة، وأقول هذا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا سيد الفاضل دكتور محمد الوادي على هذه المحاضرة الافتتاحية التي بالفعل يعني أنعشت ذاكرتنا صرافيا وصوتيا، وأعادت الأمور إلى نصابها، وبينت بأن بالفعل أن اللغة العربية لها من الامتداد، لها من العمق التاريخي ما يؤهلها ويكسبها نوع من الفرادة والتمييز عن باقي اللغات. ليس هو ضرب من ضروب التقديس لهذه اللغة، وإنما هو ضرب من ضروب الاعتزاز بهذه اللغة. فما تفضل به الأستاذ الوادي مشكورا منذ قليل ينبئنا و يعلمنا بأن اللغة العربية هي وريثة البروتوتيب ديالونكسيميتيك، يعني هذه اللغة السامية الأولية الحميرية أو الكنعانية أو المفترضة التي يمكن أن نظن ليس هناك يعني تحديد يعني دقيق في هذا الأمر. وما أعجبني في محاضرة أستاذي الفاضل، ومناسبة أستاذي ودرست عنده في كلية الآداب، وعلى يده تعلمت أصول ومبادئ الأولى للصواطة والصرافة. وأظن بأن أستاذ الوادي بهذه المناسبة في هذه المحاضرة الافتتاحية في هذه الدورة التكوينية أن أخبر وأن أختار الطلبة بأن بالفعل أن الأستاذ الوادي يعني له من الفرادة في إلقاء دروسه ومحاضرته، بل أكثر من ذلك أنه استطاع أن يقرب وأن يترجم وأن يدلل العديد من المفاهيم التي كانت مكتوبة باللغة الإنجليزية ونقلها إلى العربية، ويسرت لنا فيما بعد نحن كذلك أن يكون لنا موطئ قدم نقتفي أثر الأبحاث التي بدأها أستاذنا الفاضل. وهذه المحاضرة طبعا حال فيها من المعلومات هي ذات فائدة جمة لطلبتنا الأعزاء والطالبات. أرجو أن نجد من يولي اهتماما و ينبري منقبا عن هذه المكنونات التي صراحة لم نعود نجد من يريد أن يشتغل في الدرس الصوتي والصرافي. لماذا؟ لأن في من العوص في من العسر ما يجعل الإبداع كما قلت في كلمة منذ قليل يعني نعم التكرار نعم البحث الأمور الميسرة. أنا ربما أعود لأشجع نقطة قبل أن أختم هذه الأمور، هي مسألة أن بالفعل اللغة العربية ما يميز كما قال الأستاذ الكريم سهم الوالي بالفعل تختلف عن مثلا غير الفرنسية. بكل بساطة فرنسية لو أخذنا المنطقة ديال بريس لي بغوتون ومشيت لتماك ستجدهم يتكلمون لغة كتشبه الفرنسية وليست الفرنسية، لأن وقع نوع من التداخل بين فرنسية منطقة بريس لي بغوتون المحالية لسكوتلندا والمنطقة الشمالية الغربية القريبة من إنجلترا، مما يجعل بالفعل ان الفرنسيه هي فرنسيات. وان ما اشار اليه سوسيور بان اللغه تتبدل وتتغير كليا كل 100 سنه، العربيه تخرج من هذه لا يمكن ان نعمم هذا الحكم. فعربيتنا لها ميزات، فقط الامر متروك لطلبتنا الاعزاء لكي يشتغلوا في اجتماع التخصصات مستوى تركيبي صوتي صرافي الى اخره. وكأظن هذه الدوره التكوينيه هي فرصه لإذكاء جدوى التطلع ان صح التعبير في نفوسكم ونفوسكن وانفسنا كذلك، لكي ننجز العديد من المشاريع كما سبق الاشاره. اشكرك استاذ الكريم على هذه المحاضره القيمه. نعم طبعا نعم، فنفتح المجال لطرح اسئله الطلبه الكرام. نعم من له سؤال؟
عطي شي ميكرو سي احمد الا كان. هاو هام هام تما بس نسمعه. أولا أستاذ جزاك الله خيرا أولا أستاذ جزاكم الله خيرا على المحاضرة المقدمة. ثانيا بالنسبة للشيء الذي أريد الوقوف عنده، يعني بالنسبة لمسألة الجذور الأحادية والثنائية والثلاثية، يعني بالنسبة للوزن الذي وضعه علماء العرب بداية، يعني الوزن الثلاثي، فهم أهلهم يعني على حد ما يظهر فهم وضعوه لأنهم عندما قاموا بالوصف والتصنيف ظهر لهم بأن كل شيء يقوم في هذه اللغة يجب أن يقوم على شيء ثلاثي. بالنسبة للأوزان الأحادية هناك شيء يرفض أن تكون، وهو أننا نعرف بأن اللغة العربية هي تبدأ بمتحرك ويجب أن تقف على ساكن، فإذا كان الجذر كله أحادياً لازم من ذلك أن تبدأ على متحرك وتقف عليه ويكون في ذلك تناقض. لذلك حتى الأسماء حتى الأحاديات عندما ننظر إليها فهم جعلوا إعرابها إعراب حركات، لأن الحركة التي جعلوا لها إعرابا هي التي سيقف عليها الإنسان عندما يبدأ بالمتحرك الذي هو على الحرف الأول. لذلك لا يعتبر هذا شيئا نافع، لا يعتبر هذا شيئا نافع لوجود يعني جذر أحادي مثل ذلك الجذر الثنائي، لأننا عندما ننظر إلى هذه الأسماء الستة التي أعربت بالحروف سنجد بأنها لا يوجد فيها اسما ثلاثيا على ما يظهر، لأن الثلاثية هي الأصل، ولأن الثلاثية ليست بحاجة إلى حرف ثالث يضاف إليها. فلما كان الأحادي والثنائي بحاجة إلى حرف ثالث جعلها ذلك تعرب بالحروف. لذلك السؤال الآن بالضبط، هل هذا يعني كون العربية مثلا تبدأ بمتحرك وساكن وهذا لا يمكن أن يكون في حرف واحد، وكونها جعلت للثنائيات إعرابا بالحروف، هل هذا لا يجعل الحروف يعني الجذور الأحادية والثنائية شيء منفى باللغة العربية ولا يمكن الاعتماد عليه؟ يضاف إلى ذلك أيضا أنها ليست كثيرة، فالأحاديات هي فقط اثنين ذو وفو، والثنائيات أيضا ثلاثة كما سبق. هذا هو السؤال. أشكر الطالب أحمد. في الواقع يجب أن نفصل بين المستويات. أنت الآن ما قلته صحيح، على مستوى ماذا؟ التركيب. العرب لا تبدأ بساكن ولا تقف على متحرك في التركيب، بينما نحن في المعجم نتحدث عن ماذا؟ الصرفية المعجمية هي صرفية لم تنزل بعد إلى التركيب، فبالتالي أنا سبق لي أن قلت بأن المعجم العربي هو قائمة من الجذور الأحادية والثنائية والثلاثية والرباعية والخماسية. على مستوى التركيب شيء آخر. عندما أقول هذا أقول هذا بناء على ماذا؟ بناء على ما كان في السامية الأم، ما كان في السامية الأم. المتخصصون في اللغة الساميات، أنا أنصحك أن تعود يعني فيما قلت إلى بروكلمان، إلى بروكلمان، أن تعود إلى موسكاتي،
أن تعود على الأقل إلى هوري فليش، أن تعود إلى من ناقش الفرضية الثنائية، الأب لويس سيخو إلى آخره، لتجد أنه في السامية الأم كانت هناك دراسين مناصر لبيك، دراسين بيليتيرير، يعني جذور ثنائية. وهذه أشياء وصلت إلى المعجميين العرب، لربما إذا أردنا أن نفسر لماذا يعني اختاروا الثلاثي، هم اختاروا الثلاثي لماذا؟ لأن للاستقراء، وأنا هنا سأستحضر ميجيني، للاستقراء أوصلهم إلى أن الثلاثي أعدل الأبنية، والبناء ليس هو الجذر، البناء هو الجذر والوزن معا. شكرا. المداخلة القيمة، فقط ما أود الإشارة إليه، وقلتم أن يعني معظم الباحثين اللغويين خاصة القدماء ركزوا على أن البنية الوزنية بنية ثلاثية، ولكن كما يعني ما زلت أتذكر في إحدى محاضراتكم أستاذي، ما دام أنا أحد طلابكم أيضا، قد أشرتم إلى أن ابن جيني قد تنبه إلى أن هناك وزن ثنائي، حتى في قول متن زلزالة أكد أنه ليس فعلا رباعي الوزن بل هو الثنائي مكرر، واعتبر أيضا حتى أن تكرار الصوت هو من حروف يعني من أصوات الزيادة، وليس يعني حتى التكرار أدمجه في يعني الزيادة. وشكرا جزيلا أستاذي الكريم. وجيهة في الواقع، أنا وقفت عند الجذور الثنائية المكررة، بل أحصيتها ووجدت تقريبا كان واحد 400 جذر مكرر. ما قاله ابن جني صحيح، وهناك بعض القدماء الذين اعتبروا أن مثل زلزلة، ململة، صرصرة إلى آخره، يعني هي هو في الواقع الخلاف بين الكوفة والبصرة، بين الكوفيين وأهل البصرة. وهذا الخلاف أنا يعني بالنسبة للطلبة أنصحهم أن يعودوا إلى اختلافهم في شرح ما قاله ابن مالك، يعني وحكم بتأصيل حروف سمثمي والخلف في نحو كلملمي، خلاف كبير يعني، وكتب فيه الشيء الكثير. يعني أنا أتفق معك على أن من القدماء من انتبه إلى أن ململة ليست على وزن فعللة وإنما فعفعة، وهم قلة، بينما أهل مصر كلهم ذهبوا إلى أن فعللة يعني كزعفر، ولو أن هذاك رباعي والآخر ثنائي. ما أواخذه على أصحاب المعجم هذا هو أن في بعض المعاجم العربية زلزلة توجد كمدخل رباعي وليس يعني كمدخل ثنائي، وهذه أشياء يجب أن نستأصلها من المعاجم العربية انطلاقا من منهج لساني محض. شكرا. السلام عليكم. أولا تحية طيبة للأستاذ الفاضل على هذه القيمة، وتحية وشكرا للمشرفين على هذا التكوين. الذي سؤالني المداخلة، أولهما اشترطتم في الكلمة وفي جذر الكلمة، أولا من حيث الجذر أن يكون جذرا، أن تحترم هذه الكلمة حسن التأليف في الجذر اللغوي، وفيما يتعلق أن هذا الجذر أن يتقاطع مع الوزن، والوزن يكون في اسم وعن. وفي نفس الوقت ترفضون بعض الكلمات كالإيديولوجيا الديمقراطية إلى آخره. كيف نتعامل مع الكلمات المستجدة في اللغة العربية، علما أنها الآن أصبحت تبعا لغيرها من اللغات؟
نظرا لما يعرفه العالم العربي من تخلف إلى آخره. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني متعلق بالترتيب الألفبائي للكلمات. هناك مثلا عندما نتأمل الكتاب المدرسي للسنة الثالثة إعدادي سنجد درس اسم الفاعل، اسم المفعول، اسم الأهل، اسم الزمان، المكان، آخر المشتقات، وبعدهما درس الإعلال والإبدال، وهذا درس مهم بالنسبة للمتعلم ليفهم جذر الكلمة. هنا كيف نتعامل وهذا الدرس محذوف، هذين الدرسان حذف من المقرر لصعوبتهم ولتخفيف المقرر، فالمتعلم كيف سيعرف الكلمة وهو لم يدرس الإعلال والإبدال؟ وهنا مكمن الصعوبة. إذن كيف سنرتب معجما لهذا الترتيب الذي تحدثنا عنه؟ وشكرا جزيلا. شكرا. يعني أولا سأجيب على السؤال الأخير، كان عليهم أن لا يحذفوا هذين البابين، باب الإعلال وباب الإبدال. وإنما يعني من الأشياء الغريبة التي نجدها في الكتاب المدرسي وأنا أريد أن أشير إليها هو، ولست أدري هل هذه المقولة يعني هي واردة عند القدماء، بالنسبة للكتاب المدرسي الذين وضعوا الكتاب المدرسي بالنسبة لهم الفعل إما أن يكون صحيحا أو معتلا، يعني الفعل كمقولة إيوه زيد، زيد هو معتل، زيد بني على جدر معتل الوسط، راح كذلك اسم ولكن حسا هو معتل، فلا أفهم ما معنى الاعتلال. شنو هو الاعتلال؟ أولا الاعتلال مصطلح، الاعتلال مصطلح معجمي، الجذور المعتلة استطاع القدماء أن يحددوها، يعني الجذر إما أن يكون معتل الفاء أو العين أو اللام أو العين واللام إلى آخره، وأعطوا مصطلحات معجمية ولكن قلص هذه المصطلحات. بالنسبة للسؤال الثاني، يعني كيف نتعامل مع هذا الجديد، يعني إيديولوجيا، يعني كيف نتعامل مع الألفاظ المتداولة بيننا والتي يعني تخرق يعني خصائصها، خصائصها البنيوية تخرق يعني قواعد اللغة العربية. أنا في الواقع عندي مقال كان طلب مني الناس ديال معهد الدراسات والأبحاث للتعريب، كانوا طلبوا مني يعني ندير واحد تقويم لواحد المعجم ديال المعجم الطعامة، وجدت نفسي في أمر إذا أردنا أن نرفض يعني مصطلحات جديدة للطعامة فلن تكون لنا مصطلحات، فلذلك اقترحت شيء ربما أعجبهم هو هرمية سلام التعريب. التعريب له هرمية، يعني وفي قمة هذه الهرمية هو ماذا؟ هو أن تترجم فورماليزاسيون بصورنا، صورنا ركيل الجد حسن التعريف وكاين الوزن إلى آخره، ولكن كاين أحيانا قد تجد من يستعمل ذمقرطت كذا إلى آخره، فهذه هذا مستوى ثاني. هناك هرمية اللي كي يأخذ الألفاظ كما هي، بحال دابا يقول فونيم كيقول مورفيم، ولكن فهناك هرمية غير باش نلقاو موضع لهذا الجديد. شكرا. السلام عليكم جميعا. أتوجه بالشكر الجزيل لمختبر الدراسات اللسانية والأدبية والديداكتيكية، وكذلك لمنسقي وأعضاء اللجنة التنظيمية والعلمية
الشكر الجزيل لأستاذي الفضيل الدكتور محمد وادي على هذه المحاضرة الافتتاحية التي تحمل عنوان المنهج اللساني لتدريس المعجم العربي. سؤالي سيخص هذا العنوان، وأقول: كيف يمكن تدريس المعجم العربي وفق منهج اللساني؟ كيف يمكن اختيار منهج لساني من ضمن مجموعة المناهج اللسانية المتعددة؟ هذا الأمر أول. الأمر الثاني: كيف يمكن تطبيقه في إطار العملية التعليمية التعلمية داخل فصلين دراسي؟ المنهج اللساني له علاقة ببناء المعجم. إذا أردت أنت أمام أمرين، إما أن تدرس المعجم بالطريقة التقليدية، يعني وستقول بأن مفردات اللغة العربية أصولها إما ثلاثية أو رباعية أو خماسية. من وجهة نظري اللسانية، عندما نقارن اللغة العربية بأخواتها الساميات نجد ماذا؟ لا، نجد أن السامية الأم كانت فيها جذور ثنائية، كانت فيها جذور أحادية. المنهج اللساني يقتضي ماذا؟ يقتضي أن تصحح للطفل، أن تقول له: أب، راه مدخل ديال المعجم ثنائي يتكون فقط من الهمزة والباء، والواو ليست أصلية. ولو كانت هذيك الواو اللي كان في المعجم في المعاجم العربية أصلية لظهرت في التصغير. لماذا حذفت في التصغير؟ صحيح أنها تظهر في المثنى أبوان، ولكن هذا نفس بالنسبة ليد، دليل لها مدخل ثلاثي يا داليا، ولكن عندما نقول في المثنى يدان أين هي الياء؟ المنهج اللساني يقول ماذا؟ يقول إن بناء معجم يجب أن يحترم الخصائص الصوتية والصرافية للمعجم العربي. المزيد. إذن السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سعيد بحضوري معكم في هذه الدورة التكوينية. جزيل الشكر لكل من نظمها، وأشكر أستاذي محمد الوادي على محاضرته القيمة. أود أن أنطلق من عنوان هذه الدورة التكوينية: أدوات تحليل وأسئلة التدريس. هذا عنوان ملفت. لماذا؟ لأننا نحتاجه في ممارستنا التربوية. وقد انتقيت في محاضرة الأستاذ مجموعة من أدوات التحليل، مثلا أداة التقليب. هذه أداة استثمرها الأستاذ في المعجم، يعني في تدريسية المعجم. كذلك أداة الإحصاء حينما قام مثلا بإحصاء الجذور الثنائية والجذور الأحادية، وأداة الفحص واحترام طبيعية أو نسقية اللسان. وهذا الذي أجده مثلا عند المفكر عبد الله العروي حينما استبدل كلمة إيديولوجيا بأدلوجة على وزن أفعول. سؤالي هو: ما هي خصائص هذه الأدوات؟ هل هي معقدة أم بسيطة؟ وهل تنصحون باعتمادها في الممارسة التربوية، يعني ديدكتيكيا؟ شكرا جزيلا. الآن المعازم لسان العرب بقي هو يعني بقي هو بما فيه من دخيل وبما فيه من وبما فيه من عيوب التي أصرت إليها. أنا أعتبر أننا لحد الآن ما زال ما عندنا هذا المعجم العربي المثالي الذي تحدثت عنه، الذي يستجيب لكل الخصائص التي حافظت عليها اللغة العربية كلغة سامية. صحيح أن هناك محاولات
ولكن يعني أن تقول لي بأنه لتيسير المعجم العربي نقترح معجما ألفبائيا، لا أرى ماشي هذا هو المشكل اللي عند المعجم العربي. المشكل اللي عند المعجم العربي مشكل على مستوى الجذور والأوزان. ولذلك نعطي واحد المثال، ظل المعاجم التي أنصح بها القديمة التي أنصح بها الطلبة هو معجم مقاييس الزهراء. لمن؟ ابن فارس. لماذا؟ لأن ابن فارس كان لغويا، كان لغوي، ويكفي أن تعودوا إلى حديثه عن كيفية بناء الرباعي بالنحت، شيء رائع عند ابن فارس. بينما ابن منظور يعني أخذ 5 ديال المعاجم عزنها في معجم واحد وجاء فيه كل شيء. فهذه لماذا أنصح الطلبة كذلك بمعجم بكتاب العين؟ لماذا؟ لأن صاحبه كان لغويا، فبالتالي ولا أنصحكم بلسان العرب. شكرا. إذن نختتم هذه الجلسة الأولى والتي قدم فيها الأستاذ الدكتور محمد الوادي محاضرة افتتاحية قدم فيها أو ذكر كل ما سنأتي على ذكر بعض من حيثياته. أشكرك دكتور الوادي على هذه المحاضرة القيمة والموجهة لهذا اليوم، لهذا الدورة التكوينية الثانية، والتي اتخذت لها عنوانا أدوات تحليل وأسئلة التدريس. أشكرك شكرا جزيلا أستاذي الكريم، وأفسح المجال للجلسة الثانية، علما بأن إن شاء الله الأستاذ الوادي سيبقى معنا وسيتم اختتام هذه وقائع هذه الدورة التكوينية بورشة كما هو في يعني مثبت في البرنامج. لذلك فلتهيئوا وتعدوا أسئلتكم، والله الموفق إن شاء الله. يلا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا. تتوسطونا لان راه السي الوحيد غادي يديرها عن بعد. انا واد فين محسن؟ محسن يطلق لنا الباب. سي محسن قدموا الباور. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على اشرف المرسلين، زملائي وإخواني أساتذة الطلبة الكرام، تمام. لا. سيبت الترتيب ديال البرنامج. تفضل استاذ كريم.